أهلا بكم من جديد في برنامج ينابيع. ضيفي لهذا اليوم هو كاتب وروائي بامتياز، معلم ومربي أجيال بامتياز أيضا، من مواليد جبل المكبر في المدينة المقدسة، حاصل على الليسانس في الفلسفة وعلم الاجتماع من جامعة دمشق، هو الأستاذ محمود أشقير. أستاذ محمود أشقير، أهلا وسهلا فيك في برنامج ينابيع. أهلا بك أخ عمر، نورتنا. خليني أبلش معك من الطفل محمود أشقير، أين تعلم وأنهى المدرسة الثانوية أو المرحلة الثانوية؟ شكرا أستاذ عمر. أنا ولدت في قرية من أصول بدوية، هي قرية السواحرة ويطلق عليها أيضا قرية جبل مكبر. ولدت في العام 1941 في بيت من حجر. أهلي ولدوا وعاشوا في بيت شعر في البرية، وكانوا يعيشون على تربية الأغنام. أنا ولدت في بيت حجر في جبل مكبر، وأستطيع أن أقول أن حياتي بدأت مع بدايات أو مع تطور النكبة أو المأساة الفلسطينية. يعني حينما وقعت نكبة 1948 كان عمري 7 سنوات، وأستطيع أن أقول أنني وعيت على الحياة مع مترافقة مع هذه المأساة الفلسطينية التي كانت النكبة واحدة من عناصرها الرئيسة ومن مآسيها الكبيرة. ثم درست في مدرسة القرية، بعد ذلك انتقلت إلى المدرسة الرشيدية الثانوية في القدس، أنهيت المرحلة الثانوية وتخرجت في هذه المدرسة، ثم انتسبت إلى جامعة دمشق في العام 1961. يعني أستطيع أن أقول أن حياتي ابتدأت مع بداية المأساة الفلسطينية، وما زالت حياتي مقترنة بهذه المأساة. طيب أستاذ محمود شقير، يعني في دمشق عندما كنت تذهب وأنت منتسبا لدراسة الفلسفة وعلم الاجتماع، يعني هناك حسيت أنه أنت بلش يكون عندك إحساس أنك ذاهب إلى طريق الكتابة، إلى طريق الرواية، إلى طريق الأدب. كيف بلش معك هذا؟ الصدفة كان صحيح، ولا صحيح أنه كان في هناك يعني استباقات؟ هو كان عندي رغبة في الكتابة. يعني هذا توضح حينما كنت أكتب موضوعات إنشاء في المدرسة، وكانت تحظى باهتمام مدرس اللغة العربية، وثم كان هناك إذاعة مدرسية في المدرسة الهاشمية في المدرسة الرشيدية، وكانت تشكل طموح لي أن أكتب شيء يذاع من هذه الإذاعة المدرسية. كل هذا خلق عندي هذا الحافز. أيضا كانت في القدس صحف يومية تصدر بانتظام، 4 صحف يومية، وكانت تنشر مسابقات وتنشر قصص مسلسلة فيها تشويق. كنت أتابعها دائما. كنت أتابعها وأهتم بها، وهذا خلق عندي ميل إلى الكتابة. وما جعل هذا الميل يتجسد بشكل فعلي ظهور مجلة الأفق الجديد المقدسية في العام 1961، حينما ظهرت هذه المجلة في القدس واطلعت عليها، أوجدت لدي حافزا كبيرا بأن أكتب، وبدأت أكتب. كتبت قصص، كانت القصص الأولى طبعا غير ناجحة، كانت التجربة الأولى في القصة، التجربة الأولى، وكانت قصص غير ناجحة، لكنها أسهمت في أن توصلني إلى كتابة قصة ناجحة. كتبت أول قصة عن هجوم شنته العصابات الصهيونية على جبل مكبر حينما كنت طفلا. هذه التجربة اختزنتها وعبرت عنها في قصة سميتها ليل ولصوص، القصة الأولى التي نشرت، هي كانت القصة الأولى ليل ولصوص، القصة الأولى التي نشرت في مجلة الأفق الجديد في العام 1962. حينما وجدت اسمي منشورا على صفحات المجلة فرحت وسررت وتعجبت، كان شعور رائع وألهمني وحفزني، ومن ثم واصلت الكتابة. نعم، رجعت من أو تخرجت من دمشق، وعلى طول رحت لمهنة التعليم أو التدريس، وهي منها مهنة استمرت زي ما حكيت لي 27 سنة. في هال 27 سنة كيف ربطت بين التعليم، لأنك كنت تعلم اللغة العربية، أنت مخرج فلسفي وعلم اجتماع إلا أنك علمت في اللغة العربية ودرست في مدارس عدة. كيف بتقيم هاي التجربة؟ يعني كيف أثرت تجربتك الكتابية؟ أنا صحيح بدأت العمل في التدريس قبل أن أنتسب إلى الجامعة. تخرجت في العام 1959، وفورا عينت مدرسا في مدرسة، يعني مدرس على التوجيهي، على المترك، على المترك. كان مترك، كان مترك.
عينت مدرس في مدرسة ابتدائية في قرية خربطة بني حارث قضاء رام الله، وبقيت في هذه القرية 4 سنوات. وصحيح هذه القرية ألهمتني أن أكتب عن الريف الفلسطيني، لأن مقارنة بالقرية التي ولدت فيها كانت قريتي مبعثرة البيوت، لكن هذه القرية قرية ملمومة على نفسها، وفيها حارات وفيها أزقة وفيها حياة كروية حقيقية، فيها مجتمع ريفي متقارب. مجتمع ريفي بالضبط. فألهمتني يعني أجواء قصصي الأولى كانت مستوحاة من هذه القرية. بعدها انتقلت إلى المدرسة الهاشمية الثانوية في البيرة، مدرس اللغة العربية، ودرست التاريخ أيضا، وكنت أواصل كتابة القصص أثناء عملي في التدريس. والصحيح أنه عملي في التدريس ألهمني كثيرا من الرؤى والتجارب في الكتابة القصصية، وأستطيع أن أقول أنه اقترابي من التلاميذ في مختلف المراحل جعلني أفهم نفسية الطفل، وهذا كمان ساعد على أنه أنا أكتب قصص للأطفال. هذا كان سؤال الحقيقة في السؤال القادم، لكنه ليش اخترت الروايات للأطفال، للفتيان والفتيات؟ يعني أنت متخصص كما نرى هون أنه كتبت للفتيان والفتيات، للكبار وللأطفال أيضا. هاي نتيجة علاقتك مع طلبي المدرس. نعم، كتبت للأطفال أيضا. والصحيح أنه أنا في العام 1975 وبعت من السجن إلى لبنان، وهناك اطلعت على ما كان ينقصني في الأرض المحتلة من كتب ومن مجلات ومن ثقافة كانت غير ممكن أن تصل إلى فلسطين بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال عليها. واطلعت أيضا على مجلات للأطفال، وبالذات مجلة أسامة السورية التي كان يرأس تحريرها القاص المشهور زكريا تامر، وكتبت ونشرت في هذه المجلة قصصا للأطفال. هذه المجلة أيضا ألهمتني وساعدتني على أن أكتب، وكذلك اطلاعي على بعض نماذج من أدب الأطفال الإسرائيلي، أدب معبأ بالعنصرية والكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين والعرب باعتبارهم غدارين وخدعين. هذا جعلني أستفز وأكتب عن إنسانية الطفل الفلسطيني، وعن كره الطفل الفلسطيني للاحتلال، وعن حبه لأرضه ولوطنه. لذلك كتبت قصص عديدة للأطفال استوعيتها أيضا من بيئتي ومن علاقتي القريبة مع تلاميذي. نعم. فترة الإبعاد أستاذ محمود شقير، يعني لو عندما تم إبعادك لبيروت أو للبنان لمدة 8 شهور بعدين رجعت للأردن ومكثت في الأردن فترة من الزمن، وكان هناك إنتاج برضو، ياريت نتحدث عن هاي الفترة، يعني شو كان إنتاجات محمود شقير الكاتب الروائي في فترة الاغتراب عن الوطن؟ صحيح أنه أنا حينما وقعت هزيمة حزيران 67 انقطعت فترة عن الكتابة القصصية، وانصرفت إلى كتابة المقالات السياسية وإلى العمل المباشر، النضال السياسي المباشر ضد، يعني حتى عفوا المقاطعة في وجودك في الأردن كان لك مقالي أحيانا يومية أحيانا أسبوعية وكلها مقالات سياسية. صحيح صحيح. أنا عدت إلى كتابة القصة القصيرة، انقطعت فترة حوالي 5-6 سنوات من 69 إلى 75 بسبب انشغالي في العمل السياسي وانشغالي في كتابة المقالات السياسية، لكن حينما أبعت استقبلت في بيروت باعتباري كاتبا وليس باعتباري سياسيا، يعني كان الانطباع الأساسي للمثقفين والسياسيين هناك الذين يعرفون إنه أنا كاتب وكاتب قصة، وكان في لي قصة مشهورة اسمها خبز الآخرين انتشرت كثيرا، فعلى هذا الأساس استقبلت باعتباري كاتبا. انتبهت إلى ضرورة أن أعود إلى الكتابة، وبالفعل عدت إلى الكتابة وأصدرت مجموعة الثانية وأصدرت مجموعات أخرى كثيرة. ولكن عدت أستاذي إذا سمحت لي، عدت وفي ذهنك سياسي، يعني ركزت في رواياتك على أنك تحط السياسي دائما حاضرة في رواياتك. صحيح صحيح. السياسي لعب الدور، وأيضا الأديولوجيا، يعني كان هنالك إقحام للأديولوجيا في بعض قصصي، وهذا أنا انتقدته لاحقا. إنه يعني أنت مش راضي عنه مثلا؟ يعني إلى حد ما، لأنه يجب ألا تظهر الأديولوجيا على سطح العمل الأدبي، ممكن أن تكون مخفية بطريقة اللي ما تأثر على مستوى العمل الأدبي وعلى قدرة العمل على إقناع القارئ، يعني لا يجوز أن تفرض وجهة نظرك على القارئ. لكن الآن أنا تخلصت من هذا الطفح الأديولوجي الزائد،
مع اني بقيت على قناعاتي اياها، انما بشكل اعمق وبشكل افضل وبانفتاح انساني. كتبت في الصحافة الأردنية، وكتبت مسلسلات للتلفزيون، التلفزيون الأردني والتلفزيونات العربية. كتبت 6 مسلسلات، بث منها 5 مسلسلات بدوية ولا لا لا اجتماعية ووطنية. كتبت مسلسل عبد الرحمن الكواكبي تاريخي، وفي نظرة على الأوضاع المعاصرة، على الاستبداد بالذات. عبد الرحمن الكواكبي كان ضد الاستبداد، وهذا المسلسل أخرجه الفنان المخرج صلاح أبو هنون. أيضا كتبت مسلسل عن إبراهيم طوقان الشاعر الفلسطيني، هذا المسلسل أخرجه موفق صلاح. وكتبت مسلسلات أخرى. طب إحنا نعاني أستاذي، نعاني من إنه ما فيش كتاب سيناريو في البلد، يعني صحيح. اللي بيكتب سيناريو بنلاقيه راح على بلد تاني. صحيح. فمهم جدا أتوقف عند فكرة كتابة السيناريو. نعم. أو كتابة الدراما. نعم، وهذا نقص موجود عندنا، نقص موجود عندنا وبحاجة لإله. صحيح. فكيف بتشوف؟ صحيح. هل ممكن أن يكون في هناك عودي من محمود شقير كاتب، أنه لو حدا لو طلب منك، خلينا أحكي، كتابة دراما، كتابة سيناريو جديد، هل ما زالت الإمكانات موجودة؟ موجودة، لكن أنا يعني فوجئت أنه قبل سنوات قليلة كنت بصدد أنه أكتب مسلسل عن فلسطين، لكن لم تحبذ واحدة من محطات التلفزة التعامل مع هكذا موضوع، انه يعني القضية الفلسطينية يحطونا اياها على جانب، يعني وهذا سيئ الموضوع، وهذا شيء مؤسف، شيء مؤسف انه يتم تجنب الكتابة عن القضية الفلسطينية كأنه يعني الموضوع انتهى وخلص. لكن اذا كان انا تعاملت مع هذا الموضوع مثل ما انا اريد، ما عندي اي مانع انه اكتب مسلسل فلسطيني يتعامل مع القضية الفلسطينية ومع تطوراتها ومع ما استجد عليها من مؤامرات ومن التباسات. طيب. ومن عودي لفترة الأردن، الإنتاج اللي كان في الأردن على مدار كم سنة كان وجودك في الأردن أستاذي؟ أنا بقيت في الأردن 14 سنة. في 14 سنة كان في لك إنتاج؟ أنتجت، نعم، أنتجت مجموعة قصصية اللي هي طقوس المرأة الشقية، هاي قصص قصيرة جداً. وكتبت للأطفال مجموعتين أو 3 مجموعات، وانشغلت أكثر بالتلفزيون الصحيح. واضح أنه طالما كتبت 6 مسلسلات وكان في لك عمود سياسي، وكان عمود صحفي بجريدة الرأي، الرأي الأردني، وقبلها كتبت في جريدة الأخبار الأردنية، وبقيت أكتب في الرأي مقالة أسبوعية حتى عدت إلى الوطن في العام 1993، يعني على أثر محادثة ومفاوضات أوسلو تم الاتفاق على إعادة 30 مبعد إلى فلسطين. يعني حضرتك أنا واحد من الهوية مجدداً في استرجعت بعد أوسلو. استرجعت هويتي أثناء أوسلو، يعني لسه قبل أوسلو بإعلان، قبل إعلان أوسلو بأشهر. أنا رجعت ب30/4/1993. وكيف أنا وكمان 15 مبعد، وفي 2/5 رجع كمان 15 مبعد. الهوية المقدسية كيف حصلت عليها؟ أخذت الهوية اللي كانت معي قبل أن أعتقل، يعني كانت موجودة في أيدي الإسرائيليين. حينما عدت من الإبعاد استلمت هويتي على الجسر، وبعدين رحت جددتها ورجعت مقدسي، يعني رجعت مقدسي وعشت في القدس وما زلت أعيش في القدس. أستاذ محمود شقير، القدس أخذت من كتاباتك ومن رواياتك جزء لا بأس فيه. كيف تعرضت للمدينة القدس في رواياتك؟ يعني هو أنا لم بكتب عن القدس صحيح، لا أفتعل هذه الكتابة. أنا القدس هي المدينة الأولى اللي أنا عشتها وشفتها في حياتي، وهي المدينة الأولى اللي أنا دخلتها وأنا طفل، شوارعها، المدينة الأولى اللي أنا انبهرت فيها وحبيتها، وكنت أذهب إليها برفقة والدي وبرفقة والدتي وتعلمت فيها و انطلقت منها، شاهدت المظاهرات الاحتجاجية فيها، شاركت في بعض هذه المظاهرات، اشتريت أول كتاب أدبي من مكتباتها، ذهبت إلى أول فيلم سينمائي فيها، سينمات، نعم، كتبت أول مقالة وأول قصة في مجلتها وفي جريدتها. فالقدس بالنسبة لي يعني هي حاضنة الروح، هي المكان اللي أنا ترعرعت فيه وأنا تفتحت عيناي على الحياة فيه. في أكثر من 20 كتاب أنا تحدثت عن القدس، بعض هذه الكتب مخصصة من أولها إلى آخرها إلى المدينة، مثلا كتاب ظل آخر للمدينة،
كتبته بعد ما رجعت من الإبعاد، وكانت فكرة الكتاب آتي من محمود درويش. محمود درويش لما رجع لفلسطين في 1995 اقترح في مجلة الكرمل أن نكتب تحت باب ذاكرة مكان مكان الذاكرة، فطلب مني أن أكتب نصا عن القدس، أنه كيف شفت القدس بعد ما رجعت لها بعد غياب 18 سنة، كيف شفت المدينة بعد هذا الغياب. فكتبت هذا النص ونشره محمود في مجلة الكرمل، ثم وسعت هذا النص ليصبح كتابا اسمه ظل آخر للمدينة، وهو من الكتب التي أعتز بها. وأيضا كتبت مثلا مجموعة قصصية سماها الياس خوري رواية، اسمها القدس وحدها هناك، سماها رواية لأن قصصها تتواصل وشخوصها يتواصلون عبر الروايات المختلفة. بالضبط. فهذا الكتاب أيضا مكرس القدس. هذا الكتاب هون أستاذي، عفوا للمقاطعة هنا، أنت عندك 46 كتاب، في منهم 20 يعني تقريبا النصف هو عن مدينة القدس. فأنت يعني هل تعتبر أنك أنت أعطيت المدينة المقدسة حقها في أدبك، ولا لسه في هناك نتوقع من محمود شقير الجديد عن القدس؟ ليس تماما، يعني القدس تحتاج إلى مجلدات، ولا يستطيع أي كاتب أن يغطيها تماما بسبب ما فيها من عراقة ومن تاريخ ومن قداسة ومن جمال في المكان وفي المشهد. ولكن أرجو أنه أنا أستطيع أن أكتب عنها مزيد من الكتب وأن أعبر عنها خير تعبير، أرجو ذلك. طيب بنروح لروايات لفت نظري عناوينها، يعني رواية طبعا رواياتك ترجمت للغات مختلفة، للإيطالي وللفرنسي وللإنجليزي، فمن ضمنها سورة شاكيرا، يعني شاكيرا المطربة يعني. نعم. ليش حطيت شاكيرا فيك؟ هو هاي مفارقة إنه أو مفارقة ليش؟ مفارقة إنه أنا بالهوية اسمي محمود شكرات على اسم العشيرة، والإسرائيليين بلفظوا الاسم محمود شاكيرات، فحبكت معي إنه شاكيرات شاكيرا، بدي أستخدم هذا الاسم من أجل كتابة قصة. وكان فيه صحيح يعني حكاية محددة، إنه كنا في إيلات أنا والأسرة، وعندما عدنا اشترينا سمك من محل، البائعة سألت ابني عصام إنه شو الاسم، قال لها عصام شكرات، قالت له بتعرفوا شاكيرا، كنا لها هي اعتقدت إنه أنتوا أقارب شاكيرا، يعني حكت معها الثانية إنه شاكيرات شاكيرا، فقلت هاي مناسبة إنك تكتب قصة، وكتب قصة ساخرة اسمها صورة شاكيرا، قصة ساخرة وترجمت لعدة لغات ونالت اهتماما كبيرا، فأصدرت مجموعة قصصية بهذا العنوان يعني صورة شاكيرا. ماذا عن قريبتي كونداليزا؟ ابنة خالتي أو بنت خالتي. ابنة خالتي كونداليزا، أيضا كتبت قصة ساخرة عن امرأة تشبه في ملامحها كونداليزا رايس، وأيضا بنيت ملامحها ولا أدائها؟ ملامحها يعني كونداليزا رايس كوزيرة خارجية تركت بلاوي وراها، وأدائها وإنها يعني قاسية التصرفات والملامح. فكتبت أيضا قصة ساخرة، أنا كتبت مجموعتين فيهم سخرية، اللي هي صورة شاكيرا وابنة خالتي كونداليزا، كتبتهم بعدما عدت من الإبعاد ووجدت كيف أنه شعبنا محاصر بالحواجز، وكان لسه جدار الفصل العنصري مش مبني، فقلت مدام الفلسطيني محاصر في داخل وطنه بدي أجيب نجوم العولمة عنده بدل ما هو يطلع لهم، مش قادر يطلع لهم، فجبت رونالدو اللاعب، وجبت مايكل جاكسون المغني، وجبت نعومي كامبل عارضة الأزياء، وجبت رامسفيلد وزير الدفاع، وشاكيرا وكونداليزا رايس ورامبو، كلهم شكلت تشكيلة منيحة، تشكيلة بكتابة ساخرة يأتوني إلى الحي الفلسطيني للتفاعل مع أهله الممنوعين من السفر والمحاصرين. كانت هذه القصص قصص ساخرة، أسخر فيها من عجرفة المحتلين ومن عسفهم ومن غطرستهم ضد الفلسطيني، وأسخر فيها أيضا منا نحن الفلسطينيين، لأنه في عندنا نواقص وعندنا أخطاء وضروري أن ننقد أنفسنا. أكيد أستاذي، وجودك في وزارة الثقافة أستاذ محمود شقير أيضا محطة مهمة في حياتك كروائي وكاتب. كثير من الناس بيحكوا أنه وزارة الثقافة لم تقم بواجبها على أتم الشكل، كيف تقيم تجربتك في وزارة الثقافة وأنت من مؤسسي وزارة الثقافة دعني أدعي؟ يعني أنا حاولت وأنا أعمل مع زملائي الآخرين والزميلات أنه نقدم شيء،
وطلعنا دفاتر ثقافية، كانت مجلة أو جريدة ثقافية، ونشرنا عدد من الكتب وأعدنا طباعة عدد من الكتب. لكن أعترف وأقول إنه الوزارة غير معطاة حقها في ميزانية السلطة. يعني لما تنظر لميزانية الوزارات المختلفة، ميزانية الوزارة هي أقل القليل، يعني موازنة لا تذكر، لا تكاد تذكر، ويدوب بتغطي نفقات الجهاز الإداري والمبنى والى آخره. يعني هذا سؤالي حقيقة، إنه هل ترى إنه وزارة الثقافة، يعني بعيدا عن النشر والمنشورات وما إلى ذلك، هناك دور أكبر، هناك دور أكبر لوزارة الثقافة؟ فماذا تريد أن تقول لوزارة الثقافة الأيام؟ أنت متقاعد، ولكن في هناك رسالة بدنا نوجهها لوزارة الثقافة أو للسلطة. يعني السلطة هي مسؤول منها، ووزارة الثقافة أيضا مسؤولة ضمن السلطة. يعني ماذا تقول لوزير الثقافة القادم أو الحالي؟ أين يذهب ببعده الأدبي والفكري والثقافي والفني؟ أنا أوجه الكلام ليس فقط إلى وزارة الثقافة، وإنما إلى السلطة الوطنية. نعم، السلطة الوطنية مسؤولة في الأساس عن ضرورة أن يكون للثقافة دور فعال في حياتنا، وأن يكون لها دور فعال في صمودنا على أرضنا وفي مواجهتنا للاحتلال. حتى الآن لا ينظر إلى الثقافة النظرة الصحيحة الواجبة، ينظر إليها على أساس أنه يعني هذا مؤسسة تقوم يعني بواجبها اليومي. علينا أن نضع سياسة ثقافية تسهم في رفع معنويات الناس، تسهم في الوعي، تسهم في التثقيف، تسهم في أنه نغير نظرة الناس للحياة وللمجتمع، نسهم في أنه كيف الثقافة تدخل في هويتنا الوطنية والثقافية، وكيف تدخل في نسيجنا الاجتماعي، في مدارسنا، في مناهجنا. نعم، هي المناهج مسؤولة كمان، والأسرة مسؤولة، والمدرسة مسؤولة. من هنا أنا بقول أن الوزارة برغم ما قدمت وما ستقدم عليها واجب كبير جدا، عليها أن تقدم. نعم، عليها واجب ومسؤولية. أستاذ محمود الشقير، عودي إلى رواياتك، هل هناك رواية بتحس انه هي بتشبه الحاضر كتبتها وبتحس انها بتحاكي الواقع تبعنا الان؟ يعني انا كتبت روايتين للكبار اللي هم فرس العائله وبديح لنساء العائله، وحكتب روايه ثالثه بكمل فيها هذا المسار. كانك تستهدف العائله هنا، يعني فرس العائله مديح لنساء العائله، يعني برضو العائلة، يعني كلمة العائلة تقصد فيها العائلة الفلسطينية. أنا أخذت عشيرة بدوية رحلت من البرية إلى مشارف القدس، وأقصد بهذا بشكل مكبر الشعب الفلسطيني، العائلة الفلسطينية، الحالة الفلسطينية. يعني هذا رمز للشعب الفلسطيني، العائلة أو العشيرة. وبتناول مسيرة هذا الشعب، مسيرة هذا النضال من 100 سنة وجاي. ويعني بتقدر تقول أنه قسم غير قليل من كتاباتي له علاقة بالواقع اللي بنعيشه، في محاولة نقض لهذا الواقع من أجل واقع أفضل، في محاولة تعرية لما لدينا من نواقص وأخطاء من أجل شيء أفضل، من أجل شيء أرقى. والكتابة هيك، يعني مفترض أن تكون ناقضة للواقع وناقدة له من أجل واقع أفضل وواقع أحسن. يعني التسليم بالواقع هذا لا يجوز في الفن وفي الأدب وفي الإبداع، إنما علينا باستمرار أن ننقد ما في الواقع من سلبيات ونواقص من أجل واقع أفضل وأكمل وأشمل. أستاذ محمود الشقير، في نهاية لقائنا اليوم، في هناك أسماء أعلم أنها تربطك فيهم علاقة مهنة، علاقة أدب وثقافي، بحب أسمع رأي الروائي والكاتب محمود الشقير في هدول الناس. وليد أبو بكر. وليد أبو بكر صديق عمر، وهو ناقد مهم، وهو مثقف كبير. يحيى يخلف. يحيى يخلف أيضا صديق عمر، وهو روائي متميز. عزة الغزاوي الله يرحمه، كان صديقي وكان رئيس اتحاد الكتاب، وله روايات جميلة. إبراهيم نصر الله. نعم، أيضا هذا صديق عمر، وهو روائي متميز وشاعر ونشيط ومجد ومجتهد. فاروق وادي أيضا صديق، وهو إنسان مثقف وإنسان نزيه. عمر شباني شاعر، وهو صديقي، وهو إنسان مجد ومجتهد. والخال محمود شاهين كاتب ورسام فنان عاطل عن العمل.
وهو فنان فعلا ومجتهد في الكتابة. وأنت أستاذي فنان، وفنان جميل وكاتب ورائع جدا. أشكرك. أنا تشرفت أشكرك. فيك في برنامج ينابيع. أشكرك. وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة. أما أنتم أعزائي المشاهدين فأحييكم أجمل تحية. هذا عمر جيسي يحييكم، وإلى اللقاء.